متى تبدأ صلاة التهجد ومتى تنتهي؟ أرجو التوضيح بالجواب وشكرا لكم ولإذاعتكم المفضلة. يا أخت سلوى محميد من حماة الجمهورية العربية السورية، تقولين متى تبتدي صلاة التهجد ومتى تنتهي؟ صلاة الليل تبتدي من بعد صلاة المغرب، كلها يسمى صلاة الليل، لكن التهجد آخر الليل، هذا هو التهجد. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الأخير، لأن ثلث الليل الأخير ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالأفضل صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الآخر، هذا أفضلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وينتهي التهجد بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الفجر، والله أعلم.